يا لهوي وحشتينا يا موحى. يخرب بيتك يا حوده، وقعت قلبي. بنتك دي والله خرب بيتك، ما تسيحيش الله. يا موحى هتفضحينا ولا ايه؟ انا برضو اللي هفضحك يا مجنون. طب وربنا يا حوده وربنا، انت معتاد لما اتفرج علينا اهل الحاره كلها. انا جاي لك عشان تهديني يا اسد. وده اصله ايه ده؟ اصله خير ان شاء الله. هدينا يا موحى. اقول لك هديني في الصامت كده وريح نفسك بقى من الوش والفايبريشن. بعينك يا فايبريشن. اليوم مره اقول لك يا حوده انا ماليش في الساعه وبالسلم ده. يا تخبط يا اخويا على الباب وتدخل زي الناس، يا كده بقى يا تشوف لك حته صيني مضروبه تقلب فيها عيشك. استني بس يا حفين الله، يا بنت السوق كله صيني، انت مش عايش ولا يا محمح؟ لا يا حبيبي، الاصلي موجود وبكرتونته كمان، بس انت بقى اللي مش قادر على تعمل. وانا شاري وربنا المعبود شاري، بس على التجربه. تجربه ملاشين عمياني يعني. الله، لازم برضه محمح كده ناخد لنا لفه كده حلوه نجرب فيها الشاحن البطاريه ايدك والفايبريشن. الله، بس بقى يخرب بيتك، قلت لك مش هيحصل يا حوده، مش هيحصل. واللي انت عايزه مني ده انا اخويا ما حلتيش غيره، فمش هبيعه بقى تحت بير السلم في الضلمه مع الطلاق. استني بس، والله حفل مسنانه يا موحى. يا ابني اهمت بقى، هتفضحنا. النور هيجي يا اخويا، وعايزه اروح اجيب الدواء لامي. تجيب الدواء لامك؟ انت امك اصلا مش فوق. طب ملاش طابت بس شبكه لقطه، وعندنا فتره سماح. فتره سماح يا ابو سماح. تعالي يا محمود. لا يا حوده حرام عليك، حرام عليك يا حوده، قدامك مش هيحصل. ارحمني بقى، مش هيحصل يا حوده، قدامك مش هيحصل. ارحمك، ارحمني انت يا بنت. يا بنت انا هتجنن عليك، هاتي بوسه. طب ايه اخر الجنان ده؟ الله يخرب بيتك. هنتجوز يا موحى، والله لا اكتب عليك، اصل انت مش عارفه حاجه يا موحى. احنا خلاص، ابويا هروح عند الباشا وهيقعد هناك على طول، وساب لنا بقى الشقه نلعب نتسلى نقزقز. موحى طب خلاص، طب خلاص يا حوده خلاص، اطلبني من امي الاول، وبعدين لما نتجوز تبقى تعمل اللي انت عايزه. انا موافق يا موحى، هطلبك من امك وكل حاجه هنعملها، بس ادوق الاول. تدوق ايه؟ الله يخرب بيتك يا بت، هاخد حته صغيره وبعد كده نتكلم في الصبح. حي بقى. كم حلم كده وتخش التوجيه. محروس، محروس. ايه زينب، انت عجزتي كده ليه؟ زينب مين بس؟ انا سماح. سماح ولا زينب؟ انا سماح يا محروس، سماح بنت باميه. باميه ولا سماح بنت، انا اصلي بيت هنا ودماغي سايحه في بعضيها. الله 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 يعين اللي فيها بقى. لك حق تنسانا يا محروس، لك حق تنسانا وتشيلنا من قلبك بعد اللي حصل. يا بنت اللي تنسانا والكلام ده بقى اللي بيضايقني ده، والله اللي بيقعدوا يقولوا العلبه التافهه دي. مالك انت، مالك متنيله بتعيطي كده ليه؟ في ايه اللي جابك هنا؟ بلف يا محروس، بلف من امبارح على كل الاولياء والصالحين. كي ربنا يسمع مني وينجدني باللي انا فيه. وايه؟ وينجدك؟ ينجدك انت بتقولي؟ لا نفهم بقى يعني ايه ينجدك دي. صلي بينا على النبي، صلي على النبي. ينجدك من ايه؟ ينجدك من ايه؟ في ايه؟ ينجدك من ايه؟ مالك؟ في ايه؟ نضعت يا محروس.
حودة ضحك عليا وضيعني يا محروس وداس عليا. حودة هيصح لأمي. بس افهم منك هديك قلم مفيش حاجه يا بنت ضاعت ولا اي نيل انا جنبك اهو اهو مفيش اي حاجه مش هيحصل لك اي حاجه افهم بس حوده ده اللي هو الورا فابريشن طب انت مالك انت من فابريشن مالك بيه حبيته يا محمود حبيته وضحك عليا انا ما كنتش اعرف انه هيعمل كده ضحك عليا ازاي بتحمرت تاني؟ يا بنتي انت كنت قد كده و100 راجل وامك دي اللي اجدع من تلات ارباع الطيور اللي بره دول. انا بنت يا محروس بنت مش راجل مهما شفت وظلمت طولي وسط الخلق برضه انا بنت كان بيدغوني وضحك عليا وانا ما كنتش اعرف انا حبيته ما كنتش اعرف يا محروس ما كنتش اعرف يا محروس والله كنت مصدقاه ايوه خليتها يعني ايه؟ خليتها ايه؟ راح اعمل يا محروس راح اعمل في شهر ده مش لاقيه ومش عارفه اعمل ايه انا مش لاقيه يا محروس قاعد ينكر المصيبه اللي في بطني دي والمصيبه اللي انا شايلها انا مش عارفه اتصرف ولا اعمل ايه جني والنبي ما ينفعش يا أستاذ صدقني الأستاذة ما بتقابلش صحفيين في مكتبها هو انا شكلي صحفي غبي قوي كده ما يعرفش معلومه زي كده يا استاذ انا جاي في موضوع خطير ولازم اقابلها حالا دلوقتي برضه ما ينفعش اولا عشان مفيش ميعاد ثانيا الاستاذه معاها ضيفه مهمه جدا ميرسي يا نحله نورتي يا فنانه والف مبروك الله يبارك فيكي يلا باي باي الاجتماع انتهى يا استاذ ممكن بقى بلغني هاني ان في حاجات اهم من الفن والفنانين وباي يلا حاضر علاء الصواف جريدة الحرية اوكي خير يا استاذ علاء اتفضل اقعد للاسف يا فندم انا طول عمري اتمنى اقابل حضرتك في الخير طبعا بس غصب عني لا بقول لك ايه انا مزاجي حلو النهارده على غير عادتي ودي حاجه نادره جدا ما تحصل ها مفيش داعي أنا جاي مخصوص سعادتك عشان أمنع عن حضرتك العكنانة والحمل. خير، من غير فوازير، تفضل. يوسف بيه يا كمان.